السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله أنا رايحين نديروا اختبار في مادة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. إذا إلى أول مرة تشوفوا الفيديوهات تاعي ما تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإشعارات جرس الإشعارات عفوا باش هكذا كل ما ندير فيديو يلحقكم. إذا هيا مع بعض نبداو الفيديو تاعنا. ألوغ نبداو نقراو النص تاعنا. La carte d'invitation. إذا شفتوا في الصورة carte d'invitation معناتها عبارة عن بطاقة تاع اللي نعرضوا بها. ما بعيش كيش نقولوها بالعربية الفصحى. Carte d'invitation جو كي نكونوا حابين نعرضوا كش واحد لكش مناسبة نبعثوا له هاد لا كارت. Pour Lina. يعني لينا رايحين نبعثوها لينا. Le 10 septembre à 14h. Je soufflerai pour Lina. يعني البطاقة هذه حتبعتها لينا. Le 10 septembre, في 10 septembre, à 14h, 14h يعني على الزوج تاع العشية. Je soufflerai mes 10 bougies. Je soufflerai mes 10 bougies. واش معناتها je soufflerai mes 10 bougies؟ معناتها راني حننسف على 10 شمعات تاعي. معناتها حبيت تقولها بلي قفلت 10 سنين. Je serai heureuse que tu participes à cette fête. ونكون فرحانة لو كان تشاركي في هاد الحفلة هادي. موالفة ندير لكم صور مي بصح هنا ما كاش صور. أبار فات. فات دوك ندير لكم الصور وشنو هي. إذا كيما شفتو معناتها حفلة. أدغيس العنوان تاعها 14 رو دي زورونجي ألجي. تون أمي مروة. طنا مني مروه شكون اللي استقبلت الرساله يعني لينا وشكون اللي بعثت الرساله يعني مروه. بعد ما تقراوا النص حوالي 3 ولا 4 مرات تروحوا مباشره الى الاسئله. كي ا ايكري سيت كارت دانفيتاسيون شكون اللي كتب هاد بطاقه دعوه. فوالا بطاقه دعوه يقولوا لها. شكون اللي كتب هاد البطاقه تاع الدعوه؟ اذا شكون كتبها؟ شكون اللي كتبها؟ تصيبوها هنا. ton ami Marwa يعني اللي بعتتها هي مروه معناتها هي اللي كتبتها. اكي لمن بعتتها؟ بعتتها pour Lina. لينا اللي بعتتها. اذا الجواب كيفاش يكون؟ سي مروه كي ا ايكري سيت كارت دانفيتاسيون. الا ايكريت كتبتها ا سون امي لينا. كو فيت سيت بيرسون واش راهي تحتفل هاد الطفله؟ اذا كي تقراو النص وتشوفوا هنا جو سوفلوري مي 10 بوجي معناتها راني رايحه نطفي 10 شمعات تاعي يعني عندها 10 سنين معناتها واش راح تحتفل؟ راح تحتفل بلانيفيرسير تاعها. اذا سيت بيرسون فيت سون انيفيرسير. هاد الطفله راهي تحتفل هاد الشخص هذا الشخصيه هذه راهي تحتفل بلانيفيرسير تاعها. كيل اج اوغاتيل شحال هو رايح يكون في عمرها؟ إذا كي قرينا النص قلت لكم قالت جو سوفلوري مي 10 بوجي يعني حنطفي 10 شمعات تاعي معناتها كل شمعه تمثل سنه إذا في عمرها 10 سنين. إذا ألوغات 10 ورايح يكون عندها 10 سنين 10. كونت أورا السؤال اللي بعده كونت أورا ليو سيت فيت معناتها وقتاش رايحة تكون يعني التاريخ حتقولوا التاريخ. إذا نقولوا لو 10 سبتمبر. À quelle adresse à quelle à العفوا où وين هاي رايحة تكون؟ تقولوا هاي رايحة تكون في ألجي في الجزائر ألجي. À quelle adresse تكتبوا العنوان كامل تكتبوا 15 rue des Orangers adresse معناتها العنوان ألجي. À quelle heure في أما وقت أما ساعة هاي رايحة تكون؟ حتكون à 14h باينه هنا مي او بلوريال. واش معناتها بلوريال؟ كاين سانغولييه كاين بلوريال. سانغولييه معناتها المفرد بلوريال معناتها الجمع. اون انفيتاسيون دي هاد الاون تولي دي زانفيتاسيون ما تنساوش الاس. لا غوم لا هاديه واش تولي؟ تولي لي غوم ما تنساوش الاس. لو كايي لي كايي. لا تروس لي تروس. اون امي دي زامي راني ندير لكم هكذا باش تفكروا الاس برك. لا بوجي لي بوجي. لو كريون لي كريون.
Le cartable, les cartables. La fête, les fêtes. Maintenant, ça, je suis assis comme ça. La tout les, une tout les, des. D'accord. La tout les ou une tout les. Là où les, le, ou les, ou les. Ou une ou la, un ou les ou des. Femme-toi, sinon, tu vois, comme je te fais. Il y a un chaud. Là. Ou là. Le. Tous les. Ou un. Ou là. Une. Tous les ou chenon. Tous les. Des. D'accord. Nous allons voir maintenant les adjectifs. Hadouma, pluriel. Heureuse. Heureuse, zidoul s. Petit. Petit, zidoul s. Grand. Grand, zidoul s. Gentil. Gentil, zidoul s. Formidable. Formidable, zidoul s. Belle. Belle, zidoul s. Place correctement les phrases suivantes dans le tableau. يعني حط هادوما الجمل هادوما اللي عطاوهم لكم في التابلو. إذا نقراو الجمل. Aujourd'hui, je suis à la maison. Aujourd'hui, اليوم راني في الدار. Demain, je serai à l'école. غدوة. Demain, هي غدا راني حنكون في المدرسة. Hier, je n'ai pas eu classe. Hier, يعني البارح. إذا aujourd'hui, اليوم. Demain, غدوة. Hier, البارح. Je n'ai pas eu classe. يعني ما كانش عندي قسم. ما قريتش. عطاو لكم. Présent, futur. Passé. يعني الحاجة كسرت في الماضي. Présent في الحاضر. Futur في المستقبل. إذن aujourd'hui je suis à la maison. Est-ce que راهي في الباسي, présent ou le futur? قلتكم aujourd'hui يعني اليوم. إذن passé يعني صارت في الماضي ولا présent راهي تصرى الآن ولا اليوم. Futur يعني في المستقبل. باينة بلي présent. Aujourd'hui je suis à la maison. تكتبوها هنايا. Demain je serai à l'école. Demain je serai à l'école. إذن demain يعني غدوة معناتها في الفوتور معناتها في المستقبل. إذن تجي هنا نكتبو demain je serai à l'école. Passé. Hier je n'ai pas eu classe. البارح ما كانش عندي قسم. إذن hier يعني البارح معناتها تكون في الماضي معناتها في الباسي. Hier je n'ai pas eu classe. هذا هو التمرين اللي بعده. دوك نروحو اللي موراه سبعة. Remplace les points par M ou la N. إذن des angles N. إن شاء الله هو يبان لكم. عم بالي ماشي يبان يعني. Des angles N. Concombre. Concombre. إذن N. هنا ال N. سنو نزومي لكم كتر. بالك يبان هكذا. فوالا جو بريفير. Concombre. Concombre. إذن الكون الأولاني نديرو N. Combre. M. Pompe. La pompe. M. La confiture. Confiture. N. L'ambulance, M. Le pompier, idem M. Le plombier, M. La lampe, M. Les bonbons, N. Le savon, M. Bon, les angles, huma, dfartin. Concombre, khyar. La pompe, winyamro l'benzine. Confiture. مربى لامبولانس تاع الاسعافات هذيك لو بلومبيير لو بومبيير عفوا لو بومبيير اللي يطفي الحرائق ايتو لو بلومبيير اللي يسقم شوفو لي تويو ايتو لا لامب يحبوا يقولوا اون فيوز يعني الضوء كي لا لامب لامب ماشي لا لامب يعني اون فيوز لي بونبون حلويات لو صابون الصابون. نروحوا الان مباشره الى الوضعيه الادماجيه. إذن بالنسبة للوضعية الإدماجية واش طلبوا لنا؟ هاي نقراوها مع بعض. Écris une carte pour inviter tes amis à passer une journée avec toi. Aide-toi de la boîte à outils. اكتب بطاقة دعوة هذه باش تعرض الأصدقاء تاعك باش يجيو يجوزوا نهار معك. Une journée يعني كل يوم معاكم. عاون روحك بهدية. Ami, camarade, copain, copine. حتبعتوها الامي ولا الكامراد ولا الكوبين كوبين. Vous voir, nous,
promener باش نشوفكم ولا باش نتجولوا ديمانش لوندي ماردي ميركودي جودي فاندردي سامدي اي يوم من ايام الاسبوع جو كونت سور فو جو فو امبراس اني نثق فيكم يعني بلا كرهين تجيو و نسلم عليكم لابري ميدي لو ماتان ا 10 ا 14 حبيت ديروها لابري ميدي يعني مثلا عزو تاع العشيه ولا لو ماتان على 10 تاع الصباح اذا هيا تشوفوا بطاقه الدعوه تاعي اذا ما تحكوش عليها كي كنت صغيره هادو هكذا اللي كنت ندير للام تاعي كي نحب ندير لها رساله ولا نشفى كنت هكذا شغل الزخرفه تاع الورقه كيفاش تكون ما باليش برك وين حطيتهم سينو نجيبهم نوريهم لكم المهم اذا زعما هكا تكون بطاقه الدعوه بون في الفرض ما تروحوش تقعدوا تضيعوا وقتكم وتبداو تشبحوا ليها هكذا ياك ديريكت تكتبوا بور فو مي زامي ليكم يا صديقاتي مثلا صحباتي زميلاتي J'ai envie de vous voir. Rani haba nchoufkom. Alors rendez-vous le samedi. Alors yani ntlaqaw le mou'id tana voilà rah ykon le samedi youm sabt 14 avril à 10h. 14 avril à 10h. Au parc zoologique, yantha hadiqat el hayawanat pour jouer, bach nlaabou et se promener ou bach ntjoulou. Soyez à l'heure, kono fi el mou'id. يعني في الوقت اللي حددناه اي نوبليي با دو بروندر ان تريكو شو وما تنساوش تديو معاكم تريكو بون تريكو جو سي با كش نقولو شو يعني يكون سخون كار لو طون ريسك دو شانجي على خاطرش الوقت يقدر يتبدل يعني يقدر يبرد الحال جو كونت سور فو جو فو امبراس يعني شغل جو كونت سور فو يعني راني تاكل عليكم بلي تجيو جو فو امبراس معناتها بون امبراس معناتها نسلم عليكم ونكتبوا الاسم تاعنا هنايا داكور هذه هي كيفاش تكون لا كارت دانفيتاسيون تاعنا كي نحبوا نقولوا لك شي واحد ما تنساوش مع الاول تقولوا لمن تكتبوا الاسم تاعكم هنا تكتبوا وينك وحابين تتلاقاو هنا كيما في لو بارك زولوجيك تكتبوا انا يوم سامدي 14 افريل تكتبوا عقداش 10 وتقولوا علاه وعلاش راكو عارضين هكذا تكون لا كارت انفيتاسيون تاعكم اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا اي حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله بالنسبه للكتاب اللي راني نستعملوه هو هدايا تاع سلسله التحدي التحدي كتابه كاع اللي نستعملهم هما تاع سلسله التحدي عجبتني هذا العام راني هذا واش راني نستعمل اذا تاع فرونسي 4 اني بالنسبه فيه 22 ايسيو دو تيكست وبالنسبه للثمن تاعو 25000 فوالا اذا مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله سلام